لا أحد يريد لهذه المدينة أن تعيش بسلام، تنتقل من فوضى إلى أخرى دون حسم لاختلالاتها الأمنية التي أضحت تهدد أمن المواطنين ورزقهم، حيث شهدت المدينة القديمة والمناطق المجاورة لها اشتباكات عنيفة على خلفية رفض المطلوبين أمنياً تسليم أنفسهم للجهات الأمنية. بدأ القصف على شارع المغتربين وعلى أحياء كثيرة من المدينة، لكن تركز القصف بشارع المغتربين. الحملة الأمنية التي انتشرت في المناطق الشرقية والشمالية خلال اليومين الماضيين بتوجيه من محافظ المحافظة نبيل شمسان كانت قد اشتبكت مع عناصر القيادي في كتائب أبو العباس يوسف الحياني المتهم بقتل المقدم عبد الله مقبل القيادي في اللواء 22 ميكا. وبحسب مصادر أمنية فإن مدير عام شرطة تعز منصور الأكحلي تعرض لمحاولة اغتيال بالقرب من الباب الكبير أثناء توجهه لمكان لقاء أمني بعد تعليق الحملة من قبل المحافظ، وقد تسببت الاشتباكات وفق مصادر محلية باندلاع حريق في مخازن الوقود داخل مستشفى المظفر بالمدينة القديمة وسقوط جرحى بين المدنيين. نزل صارخ. كان قيادي في كتائب أبو العباس قد ظهر في تسجيل صوتي يهدد بإحراق المدينة مؤكداً امتلاكه العديد من الصواريخ، لكن ما هو مؤكد أن قصة تعز مع المطلوبين أمنياً تتكرر بسلبياتها، فالحملة الأمنية التي أطلقها المحافظ تم تعليقها وهو ما عده مواطنون ترحيلاً للمشكلة ويوفر غطاءً للعناصر الخارجة عن القانون لترتيب نفسها، وفيما يبدو فإن قواً محلية وإقليمية تدعم إفشال أي توجه نحو بناء مؤسسات مستقلة في تعز.